مرحبا، حلقتنا اليوم رح نحكي عن التسمم الغذائي. التسمم الغذائي بيحصل نتيجة وجود وتكاثر الجراثيم مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات، وممكن يحصل بأي مرحلة من تجهيز أو إنتاج المأكولات. وأعراض التسمم ممكن تبلش خلال ساعات أو حتى بعد أسابيع من تناول الطعام، فبيشعر الشخص بالغثيان أو القيء أو الإسهال وبألام بالبطن وحتى ممكن بالحرارة المرتفعة. وبأغلب الأحيان بيكون التسمم الغذائي بسيط أو بينتهي من دون علاج، ولكن ببعض الأحيان ممكن يكون خطير وبيؤدي إلى دخولنا للمستشفى. ومن الأفضل مراجعة الطبيب بحال كنا عم نعاني من نوبات متكررة من الاستفراغ والإسهال لأكثر من 3 أيام، أو كنا عم نعاني من حرارة مرتفعة تتخطى 38 درجة، أو بلشت تظهر علامات الجفاف وقلة التبول وخاصة عند الأطفال والأشخاص المسنين. وبنهاية الحلقة أنا بقلكن live right وتابعونا دايماً.